السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة شوات ريحانة كمان نقدم لكم صوص كراميل لتزيين المثلجات والكيك وليطاغس وأيضا الكريب والبانكيك. كيجي رائع جدا كما كتلاحظوا الشكل ديالو في الصور. كيف ديما إلى عجبكم الفيديو بارتاجي انضمام القناة. نمرو للمقادير والطريقة. كنحتاجو نصف كأس من الماء، حجم الكأس هو كأس الشاي، كأس من سكر سنيدة ما يعادل 100 غرام، عندنا كأس غير مملوء من الكريمة، من الأفضل تكون كريمة خاصة بالطبخ، كريم كويسون، إلا ما كتوفرش على كريمة خاصة بالطبخ تكون كريمة عادية كريم حلوة، وملعقة كبيرة ديال الزبدة. كناخد سكر سنيدة كنوضعو في إناء، من الأفضل يكون إناء نوع تقيل اللي كيكون سميك، وكنضيف ليه الماء. غادي نوضعو قبل غادي نوضع الكريمة أيضا في إناء آخر، كنخليها حتى كنبغيها وكندفيها. كنوضع الإناء اللي فيه الماء والسكر فوق نار هادئة جدا حتى كتكون لنا الفقاعات كما كتلاحظوا. كتبدأ فقاعات اللي هي صغيرة وكيبدأ كيضاعف الحجم ديالها. غادي نخليوها على نار مهيلة حتى كيتغير اللون السائل اللي عندنا. كنردو البال باش ما يتحرقش. غادي ناخدو لون اللي كيكون بني كما كتلاحظوا، الفقاعات بداو كيتضاعف الحجم ديالها، وهذا الكراميل كيجي رائع جدا وطريقه سهله للتحضير ديالو، طريقه مبسطه كما كتلاحظوا بمكونات اللي هي بسيطه. الفقاعات كيزيد كيتضاعف الحجم ديالها كما كتلاحظوا، وبدا كيتغير اللون الفقاعات الى لون بني خفيف. دائما الإناء فوق نار هادئة جدا، كنأكد أن النار تكون هادئة حتى كيتغير اللون الكراميل كما كتلاحظوا لون بني. كنزولو من فوق النار، كنبدأ نضيف الزبدة تدريجيا. أنا باش كنسهل العملية كنوضعها فورشيت، كنبدأ كنضيف فيها تدريجيا. ممكن تقطعوها لقطع صغيرة وكتبداو تضيفوها بالتدريج، أنا كنفضل هاد الطريقة. كنبدأ كنحط الزبدة شوية بشوية وغادي نحركها بملعقة خشبية حتى كدوب. عندنا السائل كيكون مازال ساخن كدوب لنا الزبدة بسرعة. كنستمروا في التحريك ديالها كما كتلاحظوا الزبدة كتفاعل مع الكراميل. الكراميل اللون ديالو بني خفيف. دفيت ايضا الكريمة وضعتها فوق نار هادئة كتكون دافية باش ما كتكونش لينا واحد تكتلات في الكراميل، وايضا كنبعدو الوجه ديالنا الى ما سخناش الكريمة. ضروري تكون كريمة دافية باش كنتجنبو ان هذاك السائل كيطلع لنا الوجه ديالنا، دائما كنبعدو مع التحريك المتواصل. كما كتلاحظوا بكل سهوله خارج النار كندير هذه العمليه. ضفت الزبده وكنضيف الكريمه اللي دفيتها ايضا، وكنستمر في التحريك ديال الكراميل. كما كتلاحظوا ما كيلصقش في الاناء، ما كيتكونش لينا سكر. هذا هو الشكل ديالو. باش كيكون عندي كراميل مزيان كناخذ مصفاه وكنصفيه، محدو هو سخون كنصفيه كله. كيكون عندنا بالاول سائل، هذا هو الشكل ديالو، مازال هو ساخن، محدو كيبرد وهو كيزيد كيتقال كيكون كثيف. يعني نوريكم طريقه الاحتفاظ به. كتوضعوه في اناء او قنينه معقمه، كتدخلوه الثلاجه مده ديال 15 يوم حتى 20 يوم. هذا هو الشكل ديالو بعد مرور ساعه وضعته في الثلاجه. كما كتلاحظوا القوام ديالو كيزيد كيتقال. الوقت اللي بغيناه او كنستعملوه في اي حاجه كنوضعوه في حمام مائي حتى كيذوب شويه، وكنستعملوه في تزيين المثلجات والكيك وليطارت والبانكيك والكريب، اشياء اي اشياء يمكنكم تستعملوا فيها هذا الكراميل. ان شاء الله تجربوه بالصحه والراحه. بالنسبه لمده الاحتفاظ ديالو كما سبق وذكرت ما بين 15 يوم حتى 20 يوم كنحتفظوا به في الثلاجة. من الأفضل تكون قنينة ديال الزجاج، قنينة معقمة. شكرا للمتابعة.